ماما وشكرا لانك بتعملي لي كل شيء. هابي مادر داي. اوه اي لاف يو ماما. بحب عايد ماما وبلا انه اشتقت لك كثير. فإذا منتابع عالم الصباح لليوم التنين مع بداية هالأسبوع، ومحطتنا التالية هي مع كارلا، وكمان رح تتلقى اتصالاتكم خفيف نظيف. صباح الخير. صباح الخير. ينعاد عليك وعليك ماما. كمان أكيد ومرسي. وأنا بدوري كمان وباسم أخواتي تانيا وباولا بحب عيد أمي أنيتا حبيبي اللي هي من أهم متتبعي عالم الصباح بتعرفي غادة، بوجه لها تحية كبيرة. طبعا بفضلها نحن وصلنا ليلي نحن فيه اليوم، وبتعرفي أنت كمان مثل مع أمك إجمالا وقت يكون هالقد الأم معجبة ومتتبعة نسمع بس آراءها. يعني أنا ما بيهمني إذا حدا قال لي منيح أو ما منيح، بسأل أمي قالوا مام شو كيف كان النهار، كيف كانت الحلقة، كيف كان كل شيء. وطبعا الكريتكس تبعوا لأمي أهم شيء مزبوط بدون صح، وبتعطيك مزبوط يعني ما بتصح تقلي كل الغلط بوجهك لانه بدها مصلحتك بالنهايه. لكن اليوم بانتظار ناخذ اتصالات المشاهدين. في عنا اسئله كثيره غاده، لكن عنا من سمير بيسال اذا الاكل المدهن والزيوت بيخلوا الشعر يهر، عمره 39 سنه منه اصلا، انما شعره عم بيخف من قدام وشو لازم ياكل وما بده ياخذ ادويه لهالموضوع. دائما طبعا نحن بنقول لكل الشباب انه مشكلة فقدان الشعر او الصلع طبعا لها علاقة وراثيا، طب بده يشوف هو بالعائلة عنده اذا هالشيء موجود او لا. اهم شيء بقول له انه الاكل ما له علاقة بهر الشعر. طبعا اذا في مشكلة مرضية معينة عم بتخلي الشعر يهر اكثر من اللزوم، هيدا طبيب باختصاص جلد او غدد بيشوف شو المشكلة. اوقات في عنا تخربط بالهرمونز بالغدد بتخلي الشعر يهر اكثر، وممكن يكون في مشكله مرضيه معينه. انما لا بالعكس نحن بنقول انه ما لازم نمتنع كليا عن الزيوت والدهون، لانه نحن بحاجه الى لامور كثيره بالجسم الانسان منها للشعر لصحه الشعر. طبعا بالاضافه للاشياء اللي بتحتوي على الزنك مثلا مثل كل ثمار البحر فيها معدن الزنك كثير منيح للشعر. في عندك كمان اشياء مثل البذور، بذور الدوار الشمس او بذور اليقطين كمان غنيه بماده الزنك. وما ننسى لازم نمرق بروتينز، يعني هو الشعر بالنهاية جزء من جزئياته هو البروتين. يعني إذا الواحد ما بيأكل أبدا ولا حليب ولا مشتقات ولا سمك ولا لحمة يركز ياخذ البروتين على البقول مثل طبعا الحمص والعدس والفول وغيرهم. هيدول للأشخاص اللي ما بياخذوا أبدا لحم بده ياخذ طبعا كميات اكثر ويركز عليها بشكل يومي، لانه طبعا وقت تاخذي البروتين من المواد الحيوانيه بكميه اقل بيطلع لك نسبه اعلى، وبيكون عندك كل المواد الاحماض الامينيه اللي هي ضروريه لنمو الشعر. بس طبعا اذا ما بناكل لحوم على انواعها، اذا اخذنا كميه قليله من الالبان او الحليب ومشتقاته هالشي كافي انه يأمن لنا البروتين اللي احنا بحاجه له. معنا سعدة على الخط، صباح الخير. بونجور. بونجور. بدي اسألك عني انا عمري 60 سنة. تفضل. صار لي بيجي شي شهرين تقريبا عاملي مثل دايت. نعم. وكل يوم بعد الغداء باخذ شاي اخضر. نعم. ومش عم بضعف كيلو، بس متضايقة مني لأنه معي ضغط. نعم. واكلي منظم كثير وما باكل خبز كثير. اوكي. شو بدي اعمل؟ اوكي يا سعدة، أول شيء بس بدي ألفت لك نظرك إنه استهلاك الشاي والقهوة وكل المواد اللي فيها كافيين أخريها عن بعد الغداء، يعني على الأقل ساعة بعد الغداء لما تتعارض مع امتصاص المغذيات مثل مثلا معدن الحديد. هلا ما تتكلي على الشاي الأخضر خليك تخسري من وزنك، طبعا بدك مثل ما عم بتقولي عم بتخفف الأكل، بس أوقات بده وقت أكثر الواحد ليخسر من وزنه. ما بعرف إذا سعدة عم تتحرك، الحركة بتساعد أكثر للواحد يحرق طاقة أكثر. يعني أنا صدقيني إنه بحط 50% من
الامور اللي بتساعد الواحد يخسر من وزنه ويخفف اكل، و50% الحركه. الحركه بركه، وخاصه لنخسر من وزننا. هلا ما في لك مزبوط شو بدك تعملي يا سعده، لا ما بعرف شو عم تاكلي، يعني انا لازم اعرف عن مزبوط شو عم تاكلي. بالمقابل بشوف انا قد ايش جسمك عم بيحرق طاقه حسب طبعا عمره، بس كمان وزنه وطوله، ومنشوف من قارن، وساعتها يا بقول لها بتاكل اقل او تتحرك اكثر الى اخره. على كل حال بده يطول الواحد باله. اكيد. هلا طبعا شهرين الواحد بحس حاله مزعوج انه في شهرين وبعد ما خسرت وزن. ايه بفهمها. من هيك نحن كثير بالعياده بنشوف نسبه الدهن بالجسم قد ايه، واوقات بتكون عم تنزل يمكن بالمقاس وبكميه الدهن بلا ما تبين على الميزان، وهالشيء اذا شفتيه بتتحمسي على التيب. ايه على التيب، على القياس، وقت تشوفي انه نزل دهن يمكن ما نزل، او العضل عم بيشد، من هيك بتحسي انه ما عم تخسري من وزنك اذا بس متكلي على الميزان. بقى طولي بالك يا سعاده. بعد شوي عندنا اتصال. في عندنا سؤال. في عندنا سؤال كمان من فاتن عم تسال عن البطاطا الحلوه، الجزر، البطاطا العاديه، الموز والافوكادو اذا تقال هافي، ما بعرف شو قصدها بتقيل، يمكن انه بيعطوا طاقة كتير، وهل بفضل التفاح، الجزر، البروكولي، الخس الى اخره. انا بدي اقول لفاتن كلهم منيح، كل واحد بوقته. يعني انا طبعا وقت احسب بطاطا حلوه او جزر او موز، طبعا هالفاكهه والخضار فيها نشا اكثر شوي من الخس والخيار والبروكولي. انما هيدا ما بيمنع انه اكل من الاثنين. يعني انا لنقول على وجبة الغداء أخذت رأس بطاطا حلوة، بعد الظهر إذا بدي أخذ شيء نقرش ممكن أخذ قد ما بدي، إذا بدك خيار وخس وبروكولي، أو إذا أنا بصحنة بدي أقسمه بحط جزء منه بروكولي مثلا مع جزر، علما انه الجزر كل الناس بتفكر انه في سكر كثير، وهو لا ما في سكر كثير، طعمته حلوه، انما كميه السكر اللي فيه ابدا مش مرتفعه. بقى انا بصنفه اوكي مش قد البروكولي، بس اكثر شوي قريب من البروكولي. طبعا وقت نقول بطاطا وبطاطا حلوه كمان، للي بحبوا البطاطا الحلوه بفضل البطاطا الحلوه على البطاطا العادية، لأن نسبة الفايبرز فيها أكثر، والأملاح المعدنية والفيتامينات كمان أكثر. بقى قسمي وقتك يا فاتن بين هالمجموعة والمجموعة الثانية. هاي الوقت والأيام يعني. صحيح. كمان خلال النهار وخلال الأسبوع. إيه حتى يصير كل شيء. عندنا اتصال. ألو. ألو. ألو بونجور. بونجور. بون فات. وينعاد عليك مين؟ معكم فرح من بيروت. أهلا فرح. تفضلي. بس كيف بدي اسال كارلا عم باخذ غارسينيا كمبوتشيا السبلمنتس مع البلوبيري، اوكي، فبس بدي اعرف اذا هدول مناح ولا لا. هلا للغارسينيا كمبوتشيا تحديدا صار في كثير حكي عنا قديش ممكن تفيد او لا، وبعد المقالات هيك خوفت شوي من بعض العوارض الجانبيه اذا صح التعبير. هلا اذا انت عم تاخذي كميه منها كثيره، وبالنسبه او من مختبر معترف فيه وجاي عندك السيل انه هالشيء مزبوط، لان في اوقات بتلاقي بعض المختبرات او بعض المواد الموجوده بالسوق منا 100% محلله و مطلعين عليها مزبوط. بقى بالمطلق اذا انا شخصيا بقول ما في لزوم تاخذيهم، ما بعرف ليش عم تاخذيه انت هلا لحتى تخسري من وزنك. أو نفسيا بس. هلا ما بعرف قديش رح تستفيدي، ما بعرف، يمكن نفسيا رح تستفيدي بس فعليا ما بعرف. على كل حال ما تاخذيها لفتره طويله اذا عم تاخذيها، واذا فيك بليها بليها. اوكي باي باي. نحن كان هذا اخر اتصال، بعد معنا شوي وقت اذا بعد عنا اي سؤال. بس كان بس بدي ارجع اطمن كل الاشخاص اللي عم ينتبهوا هلا على وزنهم يخسروا من وزنهم، انه اهم شيء هو انه ما نحرم حالنا. يعني عم بلاحظ كثير غدا عم بيصير في فراستريشن، او مثل الواحد عم بيتحرقص هو عم بيتابع اي نظام منحف. صدقوني بالنهايه
عم بيصير في ردة فعل كتير عكسية وعم بشوفهم بأم عيني بيرجعوا في إحباط وبيرجع بيصير الوزن عم بيزيد وما بيقدروا طبعا يرجعوا يلتزموا بأكل صحي وأكل أقل. بقى خلينا ماشيين على رواق، ما تخلوا شيء بعينكم معمول، ما تخلوا شيء معمول شوكولا. ميرسي حبة حبة. خلص وصلنا حقي. ميرسي كارلا. رح نتوقف مشاهدينا، مش رح نتوقف، رح ننتقل فورا. دكتور ألفت كرم صار موجود معنا بالاستوديو، رح ننتقل لعنده مع محطتنا.